بتاع الكتير ده. اللي ضيع الدنيا. يعني اه والله يا جماعه انا مش عارفه اعمل ايه. تلاقي بقى ايه، ظبطت بتضميني بالحسد جدا جدا جدا. ده لما بنزل صور على الفيسبوك، مع ان انا مطالبه ان انا سوشيال ميديا لازم ببقى عندي حته السوشيال ميديا دي، من انا والله يعني اقول لك على حاجه، انا بخاف انزل صوره لبنتي خالص. انا ببقى عارفه ان انا بنزل، يعني مثلا كنت في منتدى شباب العالم دوت، منتدى الشباب اللي هو في شرم الشيخ دوت، قعدت الاربع ايام قعدت بنزل صور بقى وفرحانه بنفسي وبتاع، يومين ورا بعض باخد حقن يعني، يعني فاهمه. فلا طبعا الحسد موجود ومذكور في القران، ده يقولك يعني انت تأذي حد مثلا تروحي تعمليه دجل او شعوذه او عمل مش هيجوز معاه، ده الحسد مميت قاتل. في موقف معين حصل لك في حياتك ما بتنسوش من موضوع الحسد ده غير موضوع شرم الشيخ؟ اه والله، ده انا مره قبل كده كنت لسه جايبه عربيه جديده والله اول يوم، واحده صاحبتي شافتني كده وما اعرفش ايه وبتاع ايه، انا حبيبتي انا عادي ما كانش في دماغي الكلام ده، هي نزلت من العربيه دب ميكروباص راح جاي مطير المرايه والله لسه ما بقالهاش يومين. بصي انا مثلا لو يعني ركبت عربيه جديده او كده يعني كده، لو اتخبطت بقول الحمد لله انها جت في العربية، عارفه انت حاجه بتشيل حاجه. اه لا انا بؤمن بالحسد بصراحه، دايما بحب اقرا اذكاري واقرا بمنزل من البيت واقرا القران بتاعي واحصن نفسي واحصن بنتي برضو الصغيره، يعني